اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني اليوم لاستكمال تجهيزات الحوار المقرر انطلاقه الشهر المقبل. خلال جلسة في مجلس الأمن، مصر تشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان وتحذر من أي تدخل خارجي هناك. وفي الاقتصاد، بدء توريد القمح المحلي في محافظة المنيا بسعر 1500 جنيه للأرداف. أهلا بحضراتكم. تفاصيل النشرة. أعلن مجلس الوزراء بدء العمل بتوقيت الصفية اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، وأوضح المجلس أنه تطبيقا لنص القانون الصادر بشأن إقرار نظام توقيت صيفي، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حاليا بمقدار 60 دقيقة، وذلك اعتبارا من 12 صباحا بعد غد الجمعة وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل. يجتمع اليوم مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك في إطار انعقاده الدائم لاستكمال تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه في 3 مايو القادم. كان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان قد أكد أن هذا الاجتماع يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة أثارها العديدة، ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان وتيسير السبل لاستقبال المغادرين منه من كل الجنسيات خاصة الأشقاء السودانيين، ومؤكدا إصرار كل الأطراف المشاركة في الحوار على نجاحه تحقيقا لآمال وتطلعات شعبنا العظيم. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي جمال رائف، نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر. أستاذ جمال، بعد التحية ومساء الخير، يعني كيف ترى خطوات الحوار التي تمت حتى الآن استعدادا لانطلاقه في 3 مايو القادم إن شاء الله؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. نعم، نحن على أعتاب خطوات قليلة وانطلاق الحوار الوطني، ونحن نتحدث عن الآن مؤسسية هذا الحوار، هذا الحوار الذي أصبح له ما يمكن أن نسميه مؤسسة مكونة من يعني أجهزة فنية وأمانة عامة تستطيع أن تخرج هذا الحوار بشكل يليق ومكانة مصر وقدرتها على إنجاز حوار وطني نحتاج إليه الآن في ظل الكثير من المتغيرات الدولية والإقليمية والتحديات الداخلية التي نحتاج فيها إلى يعني إنتاج أفكار جديدة، أفكار تساعد الدولة المصرية على استكمال الطريق واستكمال المشوار نحو الجمهورية الجديدة والحفاظ على ما حققته الدولة المصرية من مكتسبات خلال الأعوام الماضية والمضي نحو آفاق أرحب، طريق وأحلام وطموحات المواطن المصري. وبالتالي نحن أيضا ننظر لإنجاز هذا الحوار في هذا التوقيت أيضا أنه يعني نتاج إرادة سياسية مصرية استطاعت أن حتى في ظل كل هذه التحديات أن يعني تدشن هذا الحوار، وهذا ايضا يحسب به القياده السياسيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان تدشين الحوار الوطني الان بندرك تماما قيمته وبندرك اننا بالفعل نحتاج الى هذا الحوار، وبالتالي جاء في التوقيت المناسب خاصه مع وجود الان ازمات دوليه خاصه على الصعيد الاقتصادي تحتاج الى هذا الحوار بمحاوره الثلاثه التي اعتقد ان هي تشمل كافه الافكار وكافه الشواغل التي ايضا تدور في عقل ووجدان المواطن المصري. نعم استاذ جمال، يعني تثمينك للدعم الذي تقدمه الدولة لإنجاح هذا الحوار والخروج بمكتسبات حقيقية للمواطن المصري في ظل توجيهات السيد الرئيس؟ بالتأكيد الدولة المصرية في الحقيقة اختارت التوقيت المناسب لتدشين الحوار. الفكرة ليست فقط التحاور، ولكن الفكرة أيضا في وجود الإمكانيات اللازمة لإخراج الحوار بأفضل صورة، وأيضا قدرة الدولة على تنفيذ مخرجات هذا الحوار. وبالتالي اعتقد ان الدوله المصريه حينما دشنت هذا الحوار اختارت التوقيت المثالي. الان الدوله المصريه لديها البنيه يعني التشريعيه القويه التي تمكنها من يعني المساهمه في تنفيذ مخرجات هذا الحوار، لديها البنيه ايضا فيما يتعلق بالحياه الحزبيه، المجتمع المدني، كلها يعني خطوات سبقت هذا الحوار. واعتقد ان الدوله المصريه خلال 8 سنوات الماضيه قامت ببناء الدولة المصرية ومؤسسة الدولة المصرية على أكمل وجه، والآن نتحدث عن خطوة جديدة في البناء السياسي في الدولة المصرية لها علاقة بالتحاور مع الداخل وإيجاد
أيضا يعني أفكار وأطروحات جديدة لتغلب على التحديات الآنية وأيضا التحديات المستقبلية في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية القائمة، وفي ظل أن طوال الوقت بنرى أن هناك تحديات مستجدة وغير نمطية، زي ما رأينا جائحة كورونا، زي ما رأينا الأزمة الروسية الأوكرانية، زي ما نرى الآن التغيرات الحادثة في الإقليم، ما يحدث في السودان وغيرها من الأمور. وبالتالي هناك طوال الوقت تحديات مستجدة على الوضع الراهن إقليميا ومحليا، وبالتالي أنا أعتقد أن الوقت الآن مناسب، الدولة مهدت الطريق لهذا الحوار لما يتعلق بإيجاد قوة وطنية شاملة وأيضا مؤسسات وطنية تستطيع أن تخرج هذا الحوار على أكمل وجه. وأيضا الآن الدولة المصرية تمتلك القدرة والإمكانية لتنفيذ مخرجات هذا الحوار، وهذه نقطة بالغة الأهمية. نعم، ويعني هذا هو الإصرار على إنجاح هذا المؤتمر تحقيقا لآمال وتطلعات شعبنا العظيم. الكاتب الصحفي جمال رائف، نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر، شكرا جزيلا لك. أعلنت الخارجية أن عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن من المصريين في السودان بلغ 1539. وصرح المتحدث باسم الخارجية سفير أحمد أبو زيد بأنه تم أمس إجلاء 446 مواطنا بالسودان بريا، إضافة إلى 189 آخرين ومواطن سوداني في حال صحية حرجة تم إجلاؤهم جويا بالتنسيق مع السلطات السودانية. وأضاف أنه جاري العمل على إجلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من أحد المطارات القريبة من الخرطوم فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول الأوضاع في السودان، وخلال الجلسة شدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق على ضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار وضمان الالتزام به بما لا يقتصر على الأغراض الإنسانية. كما أكد مندوب مصر أن النزاع في السودان هو شأن داخلي، محذرا من أي تدخل خارجي. تشدد مصر على ضرورة الوقف الفوري والعام والشامل لإطلاق النار وضمان الالتزام به وبما لا يقتصر على الأغراض الإنسانية فقط، وذلك حقنا للدماء السودانية وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني الشقيق. ثانيا، إن النزاع في السودان هو شأن داخلي خاص، وتحذر مصر في هذا الخصوص من أي تدخل خارجي في السودان أيا كانت طبيعته أو مصدره، بما من شأنه أن يؤجج الصراع، وبحيث نتجنب جميعا داخليا في السودان وإقليميا ودوليا معاناة تكرار التجارب المزعزعة للاستقرار والسلم والأمن التي شهدناها ولا نزال نشهدها في دول أخرى في المنطقة داخل إفريقيا وخارجها. وحول جهود مصر لنزع فتيل الأزمة بالسودان، قال السفير أسامة عبد الخالق إن مصر شاركت في الاجتماع الذي عقدته مفوضية الاتحاد الإفريقي في 20 أبريل الجاري حول السودان، إضافة إلى الاتصالات المكثفة التي تجريها مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة للتباحث حول سبل الخروج من الأزمة. شاركت مصر في 20 أبريل الحالي في الاجتماع الخاص الدولي الذي عقدته مفوضية الاتحاد الإفريقي حول الوضع في السودان، وانضمت إلى البيان الختامي الصادر عنه إلى جانب الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر مع كافة الأطراف الفاعلة الدولية والإقليمية على مستوى مسؤولي الدول والمنظمات للتباحث حول سبل الخروج من الأزمة الحالية. وميدانيا تتعاون مصر مع العديد من الدول لإتمام إجلاء الرعايا المصريين والأجانب المقيمين في السودان، كما تود التنويه في هذا الخصوص باستجابة السلطات السودانية وتعاونها الفعال لتيسير إجراء الرعايا المصريين والأجانب، وذلك على الرغم من صعوبة ودقة الوضع الأمني. وخلال الجلسة أكد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة ضرورة وقف هجمات قوات الدعم السريع على المقار الحكومية، مشيرا أن الباب لا يزال مفتوحا أمام قوات الدعم السريع للانضمام للجيش. من جانبه قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان إنه لا يوجد ما يشير إلى استعداد الطرفين المتحاربين التفاوض بجدية، ومشيرا أيضا أن اتفاق وقف إطلاق النار يبدو صامدا في بعض المناطق حتى الآن. في تلك الأثناء أكد مبعوث الاتحاد الإفريقي أنه طالب طرفي الصراع في السودان بفتح ممرات إنسانية، ومشيرا أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في السودان.
يأتي ذلك فيما تواصل عدة دول عربية وأجنبية إجلاء رعاياها من السودان، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية وصول سفينة تقل 1687 مدنيا من أكثر من 50 دولة إلى المملكة وقد فروا من العنف في السودان. من جانبها أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية أن بلادها أجلت ما بين 200 إلى 300 من مواطنيها، مؤكدة أن عمليات مكثفة تجرى لمساعدة البريطانيين في السودان. كما أعلنت الخارجية الهولندية أن طائرة على متنها 104 أشخاص تم إجلاؤهم من السودان قد هبطت في مطار أيندهوفن بجنوب هولندا، بينما أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اكتمال مهمة إجلاء رعاياها من السودان البالغ عددهم 700 شخص. وعلى الأرض، شهد اتفاق وفق إطلال النار الذي دخل حيز التنفيذ أمس الثلاثاء التزاما جزئيا، حيث تواصلت المعارك في محيط مواقع استراتيجية بالخرطوم، في حين تبادل الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة. في تلك الأثناء أكد الجيش السوداني أن الرئيس السابق عمر البشير محتجز في مستشفى تم نقله إليه من سجن كوبر قبل اندلاع القتال العنيف بالبلاد الأسبوع الماضي. كما أعلن الوزير السابق في حكومته أحمد هارون أنه غادر السجن مع مسؤولين سابقين آخرين، بينما سيوفرون الحماية لأنفسهم. ومن ناحية أخرى، أعلنت الداخلية السودانية أن قوات الدعم السريع اقتحمت 5 سجون بينها سجن كوبر في العاصمة الخرطوم. اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى ورفعوا علم الاحتلال في باحاته بحماية شرطة الاحتلال. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن عشرات المستوطنين قد اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة. كما كثفت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه. أعلن سلاح الجو الألماني اعتراض 3 طائرات عسكرية روسية كانت تحلق دون إرسال إشارات في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق. وأوضح سلاح الجو عبر تويتر أنه جرى نشر قوات ألمانية وبريطانية لاستضاح هوية المقاتلات. يأتي هذا بينما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الجوية تشنت 6 ضربات على مواقع عسكرية روسية وتمكنت من ضرب نظام للصواريخ المضاد للطائرات. وذكرت الهيئة أن القوات الجوية تتمكنت في الوقت نفسه من إسقاط طائرتي استطلاع دون طيار تابعة للقوات الروسية، وأصابت الوحدات الصاروخية والمدفعية لمنظومة صواريخ مضادة للطائرات ومحطة رادار. أعلنت روسيا طرد 10 دبلوماسيين نرويجيين ردا على طرد أوسلو 15 دبلوماسيا روسيا. على جانب آخر، هددت موسكو بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا. جاء ذلك غداة إصدار الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يتم بموجبه وضع أصول وأموال دول غير الصديقة في روسيا تحت تصرف الهيئة الفيدرالية الروسية لأملاك الدولة ردا على استيلاء هذه الدول على أصول روسيا لديها. وجاء في المرسوم أن هذه الخطوة نابعة من الضرورة الملحة للرد على الإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة ودول أخرى لمصادرة أو تجميد أصول روسيا أو شركاتها ومواطنيها هناك. قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة جنادي جاتيلوف إنه لم يتم إحراز تقدم حقيقي لحل القضايا التي أثرتها موسكو بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والذي من المقرر أن ينتهي أجل العمل به الشهر المقبل. كما أوضح جاتيلوف في تصريحات صحافية في مقر البعثة الروسية الدائمة في جنيف أن موقف روسيا من تمديد الاتفاق لم يتغير. كانت موسكو قد أعلنت أنها لن توافق على تمديد الاتفاق ما لم يقم الغرب بإزالة القيود على الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة. أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة سترسل غواصة نووية إلى سواحل كوريا الجنوبية لتعزيز قدرتها على الردع في مواجهة جارتها الشمالية. وأكد المسؤول الأمريكي أنه سيتم الإعلان عن نشر الغواصة المجهزة بصواريخ باليستية ذات قدرة نووية في إطار إعلان واشنطن الذي سيقره الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول الذي يزور الولايات المتحدة حاليا.
الاقتصاد الثانيتي، أهلا بكم. تباينت مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم وسط عمليات شراء من جانب المستثمرين المحليين والأفراد العربي والأجانب. قابلتها عمليات بيع من جانب المؤسسات العربية والأجنبية. هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.5% ليصل إلى مستوى 17,426 نقطة، بينما صعد المؤشران EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة و EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 8.6% على التوالي. وسط إقبال كثيف من المزارعين والموردين، بدأت مواقع استلام الأقماح المحلية فتح أبوابها لاستقبال القمح المحلي، وقد أثنى المزارعون على قرار الرئيس برفع سعر التوريد إلى 1500 جنيه للأردب. ب1500 جنيه بدأت مواقع استلام الأقماح المحلية فتح أبوابها أمام الموردين هذا العام، فتح استعدت له التموين جيدا سواء بتسهيل التوريد أو بسداد المستحقات. فهنا يحكي ياسين عن زيادة أسعار توريد الأقماح المحلية ليصل إلى 1500 جنيه. السعر الجديد بالنسبة له يأتي كمكسب جديد بعد زيادة إنتاجية الفدان هذا العام. النهاردة لما سعر الأردب القمح ب 1500 جنيه، النهاردة برضو قاوم معايا في المصاريف وفي السماد وفي المعاصير وفي كل حاجة في الأرض، برضو نافع معايا. أيوه يعني أقول ما نفعش. النهاردة لو كان السعر زي ما كان الأول السنة اللي فاتت ما كانش هيجيب همه. فإنتاجية الفدان بحسب المزارعين وصلت إلى 25 إردب وقد تزيد قليلا هذا العام، رقم دخل في معادلة المكسب بالنسبة للمزارع أيضا. السنة دي في أرض جايب 25 إردب وفي أرض جايب من 18 إلى 20 على حسب التكاليف بتاع المزارع والفلاح اللي هيكلف هيلاقي. الفدان ماشي 25 إردب بالفدان، يعني جايب 25 إردب، محصول كويس يعني الحمد لله. والجمح السنه دي احسن من اي سنه، ماشي من 24 ل 26، وزياده السعر حافز للفلاح ان هو يزرع بدل ما يتصنف. لا الجمح احسن له، انتاجيته حلوه وبيفيده. فالزياده الجديده للاردب هذا العام وصلت الى النصف عن العام الماضي، كل حسب درجات النقاوه التي يصل ادناها الى 1450 جنيها للاردب. عند درجات القمح بتبدا معايا 22.5 عامل 1450، 23 عامل 1475، درجه 23.5 عامل 1500. وبحسب الارقام فان نسب التوريد في اليوم الاول وصلت الى 70,000 طن، نصيب المنيا منها وصل الى 10,000 طن حتى الان. المساحه المنزرعه داخل محافظه المنيا 243,000 فدان، المستهدف بتاعه 450,000 طن، وباذن الله على التوريد اللي موجود عندي والتوريد الاختياري بناء على التوجيه الوزاري مع وزير التموين ان شاء الله هنوصل لاكثر من 450,000 طن، لان بالتالي لما بسال المزارع انت جبت كام للفدان بيقول لي 26 و27 و28 اردب، يعني كميه كبيره جدا والحمد لله محصول وفير باذن الله. وسداد المستحقات طبقا للقائمين على الامر يتم خلال 48 ساعه الكترونيا. الاول كان الفلاح بيجي يعمل مستندات واوراق كتيره، دلوقتي اصبحت كل حاجه مميكنه بتتم في خلال فتره بسيطه، في خلال 48 ساعه بيكون الفلاح واخد جميع مستحقاته عن طريق البنك. وبحسب الخبراء فان جوده انتاج القمح هذا العام سوف تساهم في انتاج دقيق مطابق للمواصفات العالميه، وسوف يساهم في زياده ربحيه المزارع كل حسب الدرجة الحاصل عليها. رمضان الشحات، التلفزيون المصري. أعلنت الحكومة اليابانية استهدافها جذب 100 تريليون ين، أي حوالي 750 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، ذلك بحلول عام 2030، والمزيد من المواهب الأجنبية والعاملين عن بعد كجزء من سعيها لتعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية العالمية. وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية أن الهدف العددي المدرج في خطة العمل الجديدة يمثل ما يقرب من ضعف الاستثمار الأجنبي المستهدف في نهاية عام 2022 بموجب الخطة الجديدة. ستستخدم اليابان الأموال والموارد الأخرى لجذب الاستثمار في المجالات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات والرقمنة والتكنولوجيا الخضراء والرعاية الصحية، وستسعى إلى تطوير الموارد البشرية اللازمة من خلال التعاون الثلاثي بين الحكومة والشركات والأوساط الأكاديمية.
وصلنا بحضراتكم إلى ختام الثانية وجاءتكم من التلفزيون المصري، لكن دائما ما تبقى تذكير بأبرز العناوين. اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني اليوم لاستكمال تجهيزات الحوار المقرر انطلاقه الشهر المقبل. خلال جلسة لمجلس الأمن، مصر تشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في السودان وتحذر من أي تدخل خارجي هناك. كما يمكن لحضراتكم دائما متابعة البث الحي لنشاطنا وبرامجنا والمزيد عبر مسبيرو.eg. وتمتعوا بالصحة والسعادة وراحة البال إن شاء الله. إلى اللقاء.